صباح الخير لكل الأصدقاء، لكل العرب، وحلقة جديدة وبداية نهار متجددة معكم. وصباح الخير يا إسراء. يسعد نهارك علا ونهار كل من يتابعنا من المحيط إلى الخليج وفي القارة الأوروبية. واليوم بدايتنا ستكون مليئة بالتنسيق والرقي، خصوصا في اختيار ما يميز زوايا منازلنا مع ضيفتنا راما سواس، مهندسة الديكور والتصميم الداخلي، والتي ستحدثنا عن كيفية اختيار لوحات تحديدا لغرف الاستقبال. أهلا وسهلا فيك راما. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على استضافتك. صباح الخير، نحن سعداء كمان. طب خلينا نبدأ معناتها، شو هي أولى الأمور اللي لازم تؤخذ بعين الاعتبار عندما ننتقي اللوحة التي تناسب غرفة الاستقبال؟ تمام. هلا بالنسبه لي بحس انه اللوحات هي من اسهل الطرق اللي بنقدر نحن من خلالها بديكور الداخلي انه نضيف بعد جمالي حلو كثير للفراغات او الجدران الفارغه. هلا اول نقطه نحن لازم نركز عليها وقت اللي نحن رح نلقي لوحات مثلا لفراغ الاستقبال، انه يكون في تناسب بين حجم اللوحه وحجم الجدار اللي نحن نقيناه لهي الغرفه. حلو. من حيث الشكل ومن حيث الأبعاد كمان. من غير المنطقي مثلا أنه نحط لوحة بأبعاد مثلا 25 سنتي ب40 سنتي لجدار مثلا أبعاده 3 متر ب3 متر، أكيد رح تكون كتير صغيرة غير متناسبة مع الحجم. النقطة الثانية اللي لازم نركز عليها هي التنسيق، طرق التنسيق للوحات، أنه نحن ننسقها بشكل حلو، خصوصا إذا كان نحن في عنا أكثر من لوحتين أو ثلاثة لازم ننسقها بشكل منتظم نوعا ما. في طرق كتير كتيرة للتنسيق. فينا نختار يعني أكثر من لوحة مثلا لصالة مثلا طبعاً، أو لممر. فينا نختار طبعاً أكثر طبعاً من لوحة، بس لازم تكون عدد لوحات متناسب مع أبعاد الجدار. يعني كل ما كان عندي جدار أبعاده أكبر كل ما كان اللوحات ممكن نقي لوحات يكون عددها أكبر. تمام. هلأ في عدة طرق للتنسيق. أنا خلينا نشوف هاي الصورة اللي عنا مثلا. تمام. هلأ هاي الصورة منسقة على طريقة التنسيق الشبكي. في يمكن قبلها صورة لازم تنعرض ببين فيها كيف نحن مننسق عن طريق التنسيق الشبكي. بيكون هو عن طريق مننسق لوحات بطريقة بطريقة منتظمة. شقوليا وافقيا. بس هاي على فكره بالتنسيق، ممكن هلا نيجي لصوره التنسيق الشبكي، بس هاي بالتنسيق يمكن طريقه اختيار اللوحات عن طريق شكل الكنب لو تشرحي لنا. انه نحن لما بيكون في عندنا كنب ورح نحط نحن فوق الكنب اكثر من لوحتين، شو الطرق كيف نحن بنقدر انه نحن ننسق اللوحات فوق الكنبه؟ هلا في نقطه كثير مهمه، انه نحن لما بدنا نحط لوحات فوق الكنبه لازم تكون مجموع اللوحات، او لو كانت لوحه واحده تكون مسافه لوحات ثلثين طول الكنبه، ما يكون أقل من هيك. تمام. ولازم كمان يكون ارتفاعهم أقل شيء 15 سنتيمتر عن الكنب. طب رغم أن اللي عم شوفهم هون فعليا هن كلياتهم كم لوحة، أنت كيف تشوفي التنسيق إذا كانت كنبة واحدة مثلا لازم تكون اللوحة كبيرة أو لازم تكون؟ قلت لك هلا الفكرة أنه يكون في عندي نحن اللوحة أو مجموع اللوحات بالتنسيق أقل شيء يكون ثلثين مسافة طول الكنب. يعني ما تكون اللوحة قصيرة، نوعا ما أكبر. حلو. تمام. هلا هي طريقه كثير بتسهل علينا التنسيق، انه نحن نستخدم قصاصات ورقيه، وهي القصاصات نقصها بحسب نحن ابعاد اللوحات اللي بدنا مثلا نسقها على الحيط، نلزقها بالطريقه اللي نحن بنحسها حلوه، مثلا ما عجبتنا بنرجع بنغير لحتى نحن نحس انه التنسيق صار ظابط مع الفراغ. يعني هذا الاختبار الاولي قبل ما نحط اللوحات. يعني لو كان نحن متحيرين نحن كيف بدنا ننسق اللوحات ممكن نستخدم هاي الطريقه. طب انا ملاحظه مثلا قصه اختيار اللوحات الدائريه مع اللوحات المستطيله والمربعات. هلا انا صراحه بوجهه نظري ما بعرف إذا كانت صحيحة أو لا، ممكن تصححيها، إنه إذا كان دائري خلص نثبت على الدائري، وإذا كان مستطيل أو مربع نثبت عليه. هل هاي وجهة نظر صحيحة ولا لا؟ يعني ما في مشكلة باختيار دائري حسب أنت كيف بتحبي. يعني أنت كيف بتحبي إنك أنت تنسقي ببيتك. يعني حتى نحن ممكن إنه نحن نجمع لوحات جدارية جنب عمل فني مختلف مصنوع من الكروشيه مثلا، أو من مثلا شيء معلق بفن المكروم مثلا، نجمعهم كلياتهم بتنسيق واحد ممكن. الأحجام مثلاً بتلعب دور؟ الأحجام طبعاً بتلعب دور، لازم يكون متناسقة الأحجام مع بعضها. أنا حاطة مثلاً ثلاث طرق للتنسيق. تماماً. بعض من الصور الثانية لحتى نشوف. تمام. هي كتير يمكن مقربة الصورة. هو مثلاً نحن نسقنا وفق محور توازن، يعني إذا لاحظتي بس هي كتير قريبة. المهم في عندي محور تناظر بالمنتصف متوازنة عليه، مو تناظر، توازن، متوازنة عليه اللوحات على يمين وعلى يسار هذا المحور. يعني أنا ما في عندي مثلا هون خمس لوحات بالمقابل في ثلاثة، رح يحس إنه في شوي محور وهمي. طبعا احنا بنقسم محور وهمي طبعا، بطريقة هو نحن بيساعدنا بس لحتى ننسق بطريقه صحيحه. هاي طبعا هذا التنسيق ممكن نستخدمه بغرف استقبال مثلا، او خلينا نحكي اللي هو بدايات استقبال البيت الموزع مثلا، الدخول تبع المنزل بنسميه موزع، شو بتسموه؟ ممر ممكن، او المدخل. ما بتفرق. طيب خلينا نشوف صوره ثانيه. طيب
ممكن نشوف طرق تنسيق أخرى. هذا التنسيق التوزيع التراكبي أو التنسيق التراكبي نحن نستخدم فيه أو نتخيل وجود نقطة بالمنتصف وعن طريقها نحن نبلش بأن نوزع اللوحات بتنسيق تراكبي يعني متراكبة مع بعضها. هل هذا التنسيق بنستخدمه لما نحن بيكون في عندنا لوحات عددها أكثر من ثلاث لوحات يعني بيكون في عندنا عدد لوحات كبيرة بنحاول إنه نلجأ للتوزيع التراكبي. طيب الفكرة إنه بعض الناس يعني أذواق بالنهاية ممكن يكون معيار ذوق يعني أنا من الأشخاص اللي ما بحب كتير العدد من اللوحات الكثيره مثلا طبعًا. هل ممكن هذا الشيء طبعًا. هل ممكن هذا الشيء مثلا اني انا قله اللوحات شوي بتعطي طابع رسمي يمكن انت بحياتك شوي عندك طابع رسمي لا فعليا انا مو كثير رسمي سبور بس انا ما كثير بحب انه مثلا عده لوحات بالبيت بحب مثلا لوحه كامله هي تعبر نوعا ما مثلا مع الكنبه ممكن يكون بحائط اخر بعض منهم فكيف تمام هلا هي يعني كيف ممكن الناس لما بنكون احنا بنحب نجمع اكثر من لوحتين او ثلاثه مع بعض بس مثلا انا معك بحب اني انا اجمع لوحتين مثلا اكثر شيء او ثلاثه بالكثير او ممكن مثل ما حكيتي كلوحه ومثلا اي ديكور اخر ممكن مع اللوحه بيطلع جميل تمام تمام طيب احنا في صور اخرى ايضا ممكن تستعرض طريقه التنسيق بغرف الاستقبال او خلينا نشوف هاي التوزيع الشبكي هاي التوزيع الشبكي اللي حكينا عليه بالاول اللي بيعتمد نحن لما بنوزع بنفكر انه في عنا خطوط افقيه وخطوط شاقوليه على اساسها نحن بنوزع بالنهايه بينتج عنا عن التوزيع شكل منتظم مستطيل او مربع يعني لاحظي كيف نحن وزعنا اللوحات وبالنهايه كانت بشكل مستطيل مثلا او مربع ما كان في عنا توزيع عشوائي لكن متوازن فينا نقول يعني تماما لطيف طيب. أيضاً صورة أخرى ممكن تكون أعتقد سنستعرض اللوحات في غرف الاستقبال هذا الستايل مثلاً خلينا عنه تماماً هذا بتحسني تقولي إنه هو كلاسيك مودرن تمام هلأ بس بغرف الاستقبال بشكل عام هي إنه بيطفي عليها الطابع الرسمي نقدر نقول سواء باختيار الألوان أو الإكسسوارات نحن شوي من روحها الرسمية أكثر لأنه نحن رح نستقبل فيها ضيوف فمننقي اللوحات كمان على نفس النمط انه هي لازم تكون اول شيء متناسبه مع نمط التصميم اللي نحن مختارينه بالغرفه متناسبه مع الالوان بس غالبا بنختار للوحات بغرف الاستقبال الوان داكنه البني الغامق الازرق الغامق الكحلي شو لها دلاله الالوان الداكنه عامه بتعطينا احساس بالرسميه يعني هلا مثلا بتحسي الالوان الزهر والالوان الاصفر والاحمر ما فيها كثير رسميه مثل البني والكحلي والاخضر الغامق على عكسي انا ما عندي الوان داكنه بغرفه الاستقبال ربي دلنا انت راح كثير حلو طيب الفكره انه مثلا هذا الشيء اللي انا حكيت عنه تماما انه هي تكون بهي الطريقه انه تكون بنفس الوقت ما فيها كثير مثلا تماما اذا ملاحظ هون يعني. لانه هي غرفه استقبال ركزوا شوي على اللوحه اكثر بعناصر اضاءه على يمين ويسار اللوحه اضاءه جداريه هلا الاضاءه الجداريه هون ركزت لنا اكثر على اللوحه خليتها هي تكون نوعا ما نقطه جذب اكثر نعم صحيح حلو طيب نشوف صورة أخرى أيضاً تمام بهي الصورة كمان نفس الشيء إذا لاحظتي الألوان شوي إحنا على البني هذا مودرن يعتبر مش كلاسيك لا يعني. ما نو كلاسيك لا ما نو كلاسيك بس الألوان نوعاً يعني نوعاً ما هي غامقة شوي شو الفرق كيف إحنا فينا نفرق بين اللوحات المودرن واللوحات الكلاسيك عادة شو الفرق الصارخ اللي بيكون فيه ما بينهم؟ هلأ يمكن في أمثلة عن اللوحات الكلاسيك اللوحات الكلاسيك بتبين أنه هي كلاسيك الكلاسيك عادة بيكون فيه كتير تفاصيل بالموديل أكثر من اللون بتقصدي بالموديل طبعا هلأ اللوحات الكلاسيك بيكون الإطار تبعها غالبا بيكون عريض فيه زخرفة فيه تحفير تاخذنا لبعد تراثي تاريخي طبعا ممكن. طبعا وحتى اللوحات الكلاسيك ما بتلاقي أنت لوحات الكلاسيك بتكون مطبوعة لوحات الكلاسيك كلها تكون رسم ايد او نعم. ممكن تكون كمان اللوحات ما لقيتها ممكن تكون لوحات قماشيه منسوجه ممكن نشوف هلا بعض من صور اللوحات الكلاسيك حتى نتعرف عليها اكثر ونعلق عليها اكثر يمكن هلا بعد شوي بتطلع الصوره لانه فعلا كثير من الاشخاص ممكن بيحبوا الكلاسيك خاصه بغرف خصوصي نحن يعني عندنا كعرب كثير يا سلام تمام تمام اذا لاحظتي الاطار صحيح في عمق اذا لاحظتي الاطار عندي كيف ذهبي عريض هيك بارز اللوحة كيف هي مرسم ايد منظر طبيعي الوانها شوي غامقة طبعا بتكون اغلى عادة هاي بالاسواق طبعاً. عادة طبعا بس هي يمكن بتنفع اكثر مع طابع البيوت اللي بيستخدم ممكن الخشبيات في الاثاث طبعاً او طابع التراثي الاساس كلياته نحن عندنا نمط التصميم بشكل عام هو كلاسيكي يعني الاساس اللي فيه حفر فيه تحفير كتير فيه تفاصيل كتير تماما جميل ممكن نشوف كمان هذا برضه مودرن هذا مودرن تماما هلا يمكن لاحظتي الفرق بين الكلاسيك والمودرن المودرن بيكون ابسط
لوحات ما شرط تكون رسم ايد، ممكن تكون مطبوعه، ممكن تكون هي تصويرك وانت عدلتي عليها مثلا وطبعتيها وحطيتيها ضمن اطار، وحتى ما في شكل معين. يعني هنا انا عم بلاحظ انه ما في معنى معين من اللوحه، ممكن تكون فن تشكيلي او فن تجريدي، ما بتفرق يعني. بس يمكن الاصعب انك انت يعني تدمجي الكلاسيكي مع المودرن، يعني مثلا يكون هو كلاسيكي شوي الديكور ولكن انه يكون في مودرن لوحات، كيف تشوفي هاي ممكن نقطة. هلا قلت لك في نمط تصميمي هو عباره عن كلاسيك مودرن مع بعض، يعني دايمجين النمطين مع بعض. عامه بيكون نحن بنستخدم على الحيطان بانوهات وبيكون الفرش مودرن، صحيح. فنحن يعني هذا التصميم اكثر بنقول عليه انه هو كلاسيك مودرن، جمعنا الاثنين مع بعض. فعلا هذا حلو، انا بحبه. طيب خلينا نشوف صوره اخرى. كلاسيك صحيح، لاحظتي كيف عندنا بس الكلاسيك بيكون فيه كتير تفاصيل، يعني على قولة علا مثلا انه في ناس ما بتحب كثرة التفاصيل في البيوت، بتعتبر انه في نوع من العجقة. صحيح، اذا بتلاحظي انه نحن بنعتمد فيه على اللوحة الكبيرة، ما بنعتمد فيه على التنسيق اكثر من لوحة جنب بعض، مثل ما حضرتك حكيتي قبل شوي. بنعتمد على لوحة كتير كبيرة وحلوة والوانها جذابة بتكفي، يعني ما في داعي انه نحن نضيف لها لوحة ثانية جنبها او كذا او هيك، لا انه هي بتكفي لجذب الانتباه. هاي كمان البجعة مرسومة هون في اللوحة. غالبا بتكون اللوحة رسم ايد، رسم اشكال مناظر طبيعية، وهي القصص حتى هاي مناظر طبيعية. تماما نفس الشيء، هون استخدمنا مثلا اطار ذهبي. ما بتحسي انه اللوحة الكلاسيك بتضيع بين التفاصيل الموجودة بالديكور؟ هاي الفكرة، فلذلك انا قلت لك انه لما بنختار لوحات لنمط كلاسيكي لازم تكون هي عبارة عن لوحة واحدة كبيرة، كرمال نحن نقدر انه نبرزها قدر الامكان. لما نحن رح نحط اكثر من لوحة رح تضيع، يعني ما رح نقدر نركز على كل لوحة لحالها. كسر اللون احنا عادة ما بنعتمده باختيار تصميمات الكلاسيك، يعني هون شايفة انا كل الالوان، كل الالوان ايه. واغلبا بتكون بناني اذا بتلاحظي، بني وذهبي، تدرجات البيج وهي القصص، الوان كلاسيكية. تماما. طيب بنشوف كمان معناتها امثلة اخرى. هذا مودرن، مودرن بحت وعصري كمان. لاحظي اللوحة، لوحة كبيرة. لاحظي بعد اللوحة، ابعاد اللوحة بالنسبة للكنبة اللي تحتها كيف متناسبة، ما حطينا لوحة كتير صغيرة بالنص. صحيح. طب في عندي سؤال، أنا عادة بشوف في حال إنه كان مثلا في غرف بتصميم دائري، سجاد دائري، في انحناءات بالكنب، يفضل إنه نختار لوحات فيها انحناء دائري، لكن هون الاختيار لوحات زواياها حادة، فهل اللوحة لذلك إلها علاقة؟ موضوع اللوحة كيف فيه انحناءات؟ أها بقلب اللوحة مرسومة بشكل منحنات. صحيح، بس انه هاي قاعده، هذا معيار ممكن اخذه بعين الاعتبار، انه في حال مثلا كان في انحناءات بالكنب انه يكون اللوحه مثلا فيها انحناء دائري شكل اهليجي مثلا او بيضاوي. ممكن يعني ما في عنا انه نحن، ما فيش قاعده. لا ما في قاعده معينه لهالشيء. انت كيف بتحبي بالنهايه، انت هذا بيتك لازم يعبر عن شخصيتك، يعني لو قد ما نحن كمهندسين ديكور لما بنصمم لاي حدا ما بيكفي نحن نصمم، نساله نفهم شخصيته لحتى نحن نقدر نشكل نصمم له بشكل صحيح. هذا اعتقد طيب. تصميم انجليزي يمكن راحت الصوره. اذا لاحظتي هون اللوحه كانت قماشيه. طيب هلا لازم تروح على، يعني ممكن كثير من الناس بتعاني من انه تختار لوحه للكوريدور او الممر، فخبرينا هون شو ممكن. هلا باعتبار الكوريدورات غالبا بتكون طويله، نحن بنحاول نكسر حده طول الكوريدور بلوحات طويله نوعا ما. اذا لاحظتي لوحات كانت طوليه ومقسمه، يعني اما بتكون غالبا بتكون كلها اطار واحد، يعني نفس لون الاطار والوان وحده، يعني ما بنختار كل لوحه بلون مختلف عن الثاني. تماما ايه حلو. واذا كان نهايه يمكن في صوره ثانيه، في حال نحن كان في عندنا نقطه جذب باخر الكوريدور، هون عندنا مدخل المنزل او غربه الاستقبال، الموزع الصغير بيكون. تماما ايه، بهو الاستقبال هو اول شيء بيشوفوه الضيوف لما بيجوا على البيت، فهو اكثر شيء بيعبر عن شخصيه صاحب البيت، عن روح عن روح صاحب البيت، كيف هو. صحيح. الالوان اللي بيحبها، النمط اللي هو بيحبه، فرح ما في لون او شكل معين معناته اذا بتعبر عن صاحب البيت. تماما تماما ايه، بس يعني كمان يفضل انه هي نختار لوحه واحده كبيره، او اذا بدنا ننسق اكثر من لوحه يكونوا عن نمط التنسيق الشبكي، لانه نمط التنسيق الشبكي بالاخير بيعطينا شكل منتظم، بيعطي شوي هيك رسميه اكثر من التنسيق الحر. هاي ايضا هون بنلاحظ انه كيف الممر، في عندنا بنهايه الممر نقطه جذب. هلا ممكن يكون حيط، ممكن على هذا الحيط مثلا نحط كمان لوحه، هي اللوحه كل ما كانت احلى يعني انت عم تمشي بالممر تحسي فيه نقطه جذب بتنسيكي طول الممر مثلا.
طيب السؤال اللي بطرح نفسه انه في كثير من الناس على فكره بتشعر بالضيق في الممرات خصوصا ممر صغير مثل هذا. صحيح. اللوحات اعتقد برضه بتزيد التفاصيل فبتضيق اكثر، هل هذا الشعور صحيح؟ فلذلك انا قلت لك اللوحات لازم تكون كلها لون واحد ولون الاطار واحد، انه احنا ما كثير ندخل فيها الوان ما تضيق اكثر. لا يعني ما شفت ابدا انك اخترتي لوحه واحده بس يعني بالممر، ما بتشوفي هي ممكن نختار لوحه واحده؟ لا غالبا خصوصي اذا كان طويل بنحاول انه احنا نعدد عدد اللوحات. علم من انصار اللوحه الواحده. نعم انا عجبني صراحه عجبتك هيك عدت لوحات، انا بحس انه هيك لوحه واحده بتعبر عنك بالممر بتطلع حلوه. اسراء بتحب اللوحات كثير، عدت لوحات يعني كل زاويه لوحه. بالضبط. انا لا ممكن لوحه واحده. هون كمان اذا بنلاحظ عندنا هون به دخول، وكيف نحن حطينا لوحه كبيره حددناها بالاطار الذهبي. حلو جميلة هاي صراحة، لأنه بالفعل بارزة يعني كمان بذات الوقت. تماماً. نحن كل ما حبينا نبرز لوحة أكثر منخليها لحالة. أو إذا حطينا مع لوحات تانية تكون هي الأكبر نحددها بإطار مثلاً. هون نيجي تباين الألوان يعني. أنا هاي الألوان اللي بعشقها. هاي اللوحة من تصميمي. برتقالي. هذا الفراغ من تصميمي. برتقالي وبني. تمام. هون اخترنا لوحة مثلاً بما إنه نحن في عنا أسود. فكان فيها أسود مع شوية ذهبي. طب الالوان الداكنه وان كنت انت يعني من انصار اختيارها مثلا لغرف استقبال، لكن برضو ما بتعطي احساس غرف الاستقبال غير غرف المعيشه. هاي غرفه معيشه. هاي غرفه معيشه يعني بعتقد انه حتى لغرفه معيشه الالوان الداكنه ممكن تكون للوحات ممكن تعطي احساس. لا قلت لك غرف الاستقبال غير غرف المعيشه. غرف الاستقبال بالعكس، انا من انصار الالوان المبهجه. نحن يعني انتم ما بعرف اذا فصلتوا بين غرف الاستقبال وغرف المعيشه. لا بيفرقوا هن عن بعض. بيفرقوا تماما. صحيح. هاي غرفة معيشة. هاي غرفة معيشة. هاي غرفة معيشة بس برضو اخترتي لها لون داكن. يعني أحياناً نحن بنضطر بالتصميم. بيكون مثلاً طلب العميل إنه هو بده مثلاً وهيك أوريدي ديكور عنده. تماماً. طيب. هون شوفي الألوان مبهجة نوعاً ما. هون نحن هلأ عم نحكي عن الألوان. كيف نحن بننقي اللوحات، كيف بننقي ألوان اللوحات. تمام؟ تمام. إذا كان أحمر. إذا كان أحمر لما تشوفي لون أحمر إجباري اللون الأحمر شوي بيعزز شعور الحماس. شعور النشاط بيعطينا هيك احساس بالنشاط فبنختاره لفراغات المعيشه. اللون الاصفر كمان بيعزز الشعور بالتفاؤل. بس كمان لازم تكون اللوحه لو نحن اخترناها باللون الاحمر لازم تكون كمان متناسبه مع الالوان الموجوده بالغرفه. يعني لازم يكون نحن في عندنا بالغرفه لون احمر، او اذا كانت الغرفه مثلا بلون رمادي او بيج بيضبط مع الاحمر. يعني بيكون لون محايد. فكره انا عجبني في هاي الغرفه انه لانه لون الحيطان رمادي فانت كسرتي بالاحمر بالفعل اعطيتيها بهجه، لانه اللون الرمادي انا شخصيا ما بحبه يعني بكتم. ولا انا ما بفعل الاحمر بيقولي اعطى بهجه للمكان. انا بايدك هالمره يا اسراء. تمام اتفقنا خلاص. حلو طيب نروح معناتها هلا غرف اعتقد النوم. هي بس عم نشوف الالوان طبعا نحن عم نحكي عن الالوان. تمام خلينا نشوف هون يعني نحن لما بننقي الوان اللوحه لازم نحن نفكر هي اللوحه نحن وين بدنا نحطها. يعني احنا بدنا نحطها في فراغ للمعيشه ولا فراغ للراحه للنوم للدراسه، هي الشغله بتفرق. هلا لفراغات المعيشه والطعام اذا لاحظتي مثلا اغلب المطاعم المحلات مثلا وجبات سريعه بيكون مستخدمين فيها لون احمر بالديكور. ليش اللون الاحمر بيحسسك شوي بشعور الجوع؟ يعني ممكن يهاج عندك شعور الازرق كمان بيقولوا شو رايك؟ الازرق لا من الالوان البارده مو الجوع يعني لا بيقولوا الازرق من الالوان البارده بيعزز شعور الراحه. بيساعد شوي على التفكير هيك الصفاء الذهني. هو والاخضر يعتبروا الوان بارده نستخدمهم اغلبا بغرف النوم. شوفي مثلا هون غرف النوم هاي اللون تحديدا شو بالضبط؟ اللون رمادي. انا شايفه لون هلا هون انه كيف نحن استخدمنا مثلا لوحات الوانها مئويه. يعني احنا بنبتعد عن اللون الاحمر الفاقع مثلا او البرتقالي بغرف النوم لانه هو بيعزز النشاط بيعزز شعور النشاط فنحن بنبتعد عنه. نستخدم الالوان نوعا ما يعني هاديه الوان الفاتحه. نعم كمان هون كمان الالوان دافئه شوي. هون تقريبا ما في تباين كبير بالالوان يا دوب البيج والابيض. تمام هون شوفي كيف مثلا استخدموا اللون الازرق للوحات مثلا. طب انت راما كيف بتشوفي مثلا انه اذا كان هو ابيض انك انت يعني تستخدمي الابيض باللوحه ايضا بتشوفي هذا التناسق حلو؟ انا بشوف دائما شوي الابتعاد عنه انه يكملوا احلى. انت كيف بتشوفي بالديكور؟ شوفي في ناس بيحبوا انه لما يدخلوا على فراغ يحسوا انه اغلبه بيطفي عليه لون واحد. يعني هي يعني أزواق طبعا أزواق تماما. في ناس لا بيحبوا انه هن يكسروا بلون ثاني مثلا انه يكون في لونين بس بالغرفه. لا في ناس بتحب انه يكون في ثلاث الوان بالغرفه.
تماما. بس انه يعني هلا هون صح، هو في ابيض باللوحه بس بالنهايه في بالمنتصف منظر طبيعي في ازرق. جميل. حلو. يعني بصراحه راما احنا جدا استمتعنا معك في هذا الشرح وانبسطنا صراحه. يمكن هاي اخر صوره، خلينا نشوف اخر صوره. راحوا خلاص مش مشكله. شكرا كثير يا راما سواس مهندسه ديكور. شكرا كثير لك.